استخدمت أو اشتريت أرقام هاتف أو هواتف أشخاص آخرين في حياتك؟ أرقام مستعملة؟ نعم. لا أعتقد. طب أرقام هواتف جديدة؟ جديدة؟ كنت اشتريت جديد؟ هل عمرك استخدمت أو اشتريت الهواتف أو أرقام هواتف لأشخاص آخرين من أشخاص آخرين؟ عن طريق الشركة بس. هل استخدم أي شخص آخر أرقامك؟ كل المعلومات وفرص الشأن لما كان يوقفوني بالسجن كانت تلقى عندهم هم كانوا يستعملوها ويتصلوا بناس ويتصلوا بالتلفزيونات وباللواء الشرطي فيه ويبعثوا رسائل منها متى حدث ذلك؟ أول مرة أواخر الخامس إنه لما بعد 13 يوم لما بعد ما مشيت معهم اجبرت إني أمشي معهم طبعا بالضرب والخبيط وعندي تغير طبية كلها موجودة طبية شرعية موجودة يهم الامر يعني كنت معي تليفوني على 160 دولار رجعت لقيت فيه 50 دولار بس وثاني مره كمان لما هربت بدي اجي على سوريا وضعفوني على دخل بيلر كانوا مستعملين سيارات الامم المتحده سيارات بيضاء كمان نزلوني على السجن كمان استعملوا شي 110 دولار من تليفوني وثالث مره كمان ثاني مره لما رجعت هربت وقفوني الامن العام اللبناني ورجعوني على السجن عبر المعلومات وبعد المعلومات رجعوني حطوني بكونتينر حبسوني بالمونتي فيردي كنت انا حديث جهاز لمن هو اللي حبسني وما كمان كمان كانوا مستعملين تليفون لانه لما توقفت انا عادة كل خط حط له باين كود الرمز السري لما وقفوني بالمعلومات كنت مسكر التليفون دوروا طلب منهم السكيورتي انه ادخل الرمز السري اخذوه استعملوه اعطيتهم اياه بالضرب اجباري ما اخذوني على المونتي فيردي فات لعندي لما حطوني بالكونتينر سكروا علي الباب فات محقق اسمه اندي كمان طلب الباين كورت اللي بدي الباين قلت له ليش؟ قال لي بدنا نفتح التليفون في كم شغله نتاكد منها رفضت اعطيه اياه نزلوني في مبنى خلف المنتجات دي هالمبنى يعني عباره عن مبنى بيتعمل جديد مثلنا على درجه بعدين تحت الارض تقريبا في غرف صغيره كلها حط بعض حطوني بغرفة منهم جابوا بويا دهان ريحته كله تنر وبنزين وقفت زي ما نوقف وفي شخص حامل وبلش يرش على الحيط على الداير من دار الغرفة التنر والبويا انا حضرتك تشيل منها لحد ما تعطيني باين كود ربع ساعة اعطيته ما تحمل اكثر من ربع ساعة اتهموني انه انا عم هالتفجيرات اللي عم تصير انا عم فجرها خاصة تفجير الدورة جيب شيروكي وقتها كان مفجرين منطقة الدورة ألف فلان يوم وفلان ساعة وحتى علما التاريخ اللي هو حدده قلت له أنا كنت بصيدا وبقدر أثبت لك الحكيات إنه أنا بهالتوقيت ما كنت ببيروت انجرب راح صوت لي ثلاثة أربعة شباب كأنه بيعرفوني أربعتهم بلشوا يعيطوا ليش عملت فينا هيك؟ قلت له شو عملت فيكم أنا؟ ما بعرفهم أصلا قالوا لا حسام اللي كان عم يسوق سيارة تجيب الشوريكي ونحن كنا معه سيارة السيارة والمخابرات السورية هم اللي بعثونا وفجرنا نحن حطينا السيارة وركبنا سيارة مرسيدس الثانية وهربنا وقال هم اعترفوا لازم انا اعترف كمان وهم كانوا تمثيلين منهم يعني بعرف القصة كذا يعني قلت لهم قلت لهم لا انا بحياتي مش شايفهم ولا بعرفهم ابدا يعني ما بلشوا 13 يوم برا اعترفت كل التسجيلات اللي صايره بيروت بيحلوا عني بطموني على اخواني وهيدا المخلص طارق خشان مخلص؟ ايه هو المخلص يعني قلت ان كثير من الاشخاص استخدموا هاتفك الخليوي هل حاولت ان تعرف بمن اتصلوا؟ من الرسائل انا عرفت على تليفون لواء الشخصي في المتصلين كثير وعلى رقم عماد عثمان مدير مكتب الوزير الداخلية متصلين كانوا وعلى تلفزيون المستقبل متصلين وعلى تلفزيون اليو تي في متصلين وعلى رقم زهرة بدرة متصلين كثير كثير. هل كنت في لبنان في آذار من 2005؟ كنت بلبنان بس بروح بجي على سوريا يعني كل 10 ايام بجي نهار وبصير احنا بنحكي نهار ارجع يعني كنت بلبنان. ما الذي كنت تقوم به اثناء ذلك الشهر؟ تغيير أجر تاكسي بالتحديد يوم 26 من آذار 2005 أين كنت؟ أتذكر هل تتذكر انفجار سد الكوشية؟ كيف؟ ما رأيك بهذا الانفجار؟ والله ما أنا محلل سياسي يعني أعطي رأيي لدينا معلومات تفيد بأن كان لديك أنت معلومات سابقة على حدوث هذا الانفجار
أول شيء أنا ما عندي معلومات بناء تجاوب على غير الحجارة، والمعلومات اللي أنا قدمتها أنا ما بتذكرها يعني، اللي أنا قدمتها كل المعلومات اللي قدمتها للجنة التحقيق الدولية مكان سيدة تلف ملس وبيعن تلف ملس وبيعن نائبه وكانوا شريكين بهاللعبة هذه كلها كنت أخذها من السيد فارس قشاط وسمير شحادة، يعطوني هالمعلومات هاي وأكتب يكتبوا خمين وكتب خط إيدي وأعطيها للجنة التحقيق الدولية وأنا اللي يقعدوا على طاولة مفتوحة يعني. أنت مدرك بأنه في 21 حزيران 2005 تم التقاط صورة لك وأنت تقف مع الجمهور أو الحشد في موقع جريمة جورج هاو؟ نعم، وكنت موجودا. ماذا كنت تفعل هناك؟ أوكي، أول شيء صحيح أنا كنت موقع اتجاه جورج هاو وصورة صورة. لما كنت محل جورج هاو مثل ما قلت لحضرته إنه أنا وقفت اواخر شهر 5 جمع المال لما مات جورج الحاوي، انا كنت متورط مع فارس خشان سمير الحاوي وكنت مجبر اني هادمهم ونمشي معهم لحد ما يتحلي فرصه اقدر اوصل فيها على سوريا يعني، بعد 13 يوم من التعذيب طبعا اكيد يعني. وبهاليوم بالتحديد يوم مقتل جورج الحاوي اتصل في سمير الحاوي اللي كان عندي على المكتب، رحت لعنده قال لي اسمع بالانفجار تروح حضر معك تجي خبر عاجل حطوا عندي ومعي قال لي بدي تروح لهنيك وبعت معي شخص اسمه محمد شبو من المعلومات وواحد اسمه حسين، هدول هم عم يراقبوني يعني، قال لي بتشوف اذا في شي حركات مو طبيعيه انت تتمنى وفينا يعني شوف عمل لك برنامج شي ما بيعجبك شخص بفل الشباب عليه وبتحمل على السجن يعني، بس اذا قلت لك حدا من هدول اللي كانوا يشتغلوا مع المخابرات السوريه بتاشر انت وشباب يجيبوه معك يعني. رحت ضلت شي تقريبا نص ساعه ورجعت عنده قلت له ما في شيء، الشريط اللي عرضوه على التلفزيون استقبل اللي مبين صورتي انا فيها يعني والصور نفسها، جبنا شريط قعدت حد على الطاوله جاب فيديو شغل الشريط اعطاني صوره قال انه اسمه مصطفى اسعد مصطفى شخص فلسطيني، قال لي بدي اياك تحضر هالشريط هذا كله اذا لمحت هالصوره بهالشريط وقفه وقال لي وين، نزل هو ضل معي حاجبه اسمه عمر شحاده معاون ضل قاعد معي حتى طلب وقت اللي وقت شفيتي لسمير شحاده، قال له تعال قال لي انا رايح عندي شغل، وضلينا انا وعمر شحاده حضرت وشفت صورتي يعني، لما حضرنا كلها رجع سمير شحاده قلت له شفت صورتي بس هالصوره هاي ما شفتها لعمر، قلت له والله انا مبينت فيها، صار يضحك يعني، هل شو بدي كيف ما انا اللي بعثك؟ فعندما ذهبت الى موقع الجريمه ما الذي سمعت؟ ماذا كان الناس يقولون؟ عرفت الناس يعني بدي احكي يعني صرخات النسوان ما كان حدا صرخات اخته 300 واحد بتشوفي كل واحد شو عم يحكي، لكنك لم تستمع الى اي شيء اساسي رئيسي قد تتذكره او ابدا ما في شيء بيستغرب عنه يعني، كان في دعاوي الله يوفقه اللي عملها. هل تتذكر انك قلت المقوله التاليه لشخص قريب منك وسوف اكتب اقتباسا على لسانك؟ لقد لحقته او تتبعته على مدى 4 ايام وقد مات امام بصري او امامي قدام عيوني، هل هذا صحيح؟ لا لم تقل هذه العباره اطلاقا. واجبني في اللي قال لك الحكي، واي انسان غبي بيتكل جريمه بيروح يقول الناس يعني هي اكاذيب والهم العاب وما بعرف. هل كنت في لبنان خلال شهر ايلول 2005؟ كنت مع فرع معلومات مع صالح حريري ايلول بدايه صالح حريري كمان. بالتحديد يوم الانفجار الذي استهدف مقدمة البرامج مي شجيع. ساعة الانفجار كان بمكتب فارس قشان، كان مخربط فوق بتذكر هالنهار منيح، قبل الانفجار بساعة كنا انا وياه قاعدين انضمينا عنده لبعد الانفجار في 3 ساعات تقريبا، كان مرعوب الرعب العجيبة، يعني مثل كأنه اللي بيقول طيب نحن هي ما حطينا على أحد الاختيارات، مين اللي قتلها؟ لأنه هن كانوا عاملين لائحة اختيارات وأعطوني إياها لأني لأعطيها لملز، هن عم يستخدموا فيهم كان واحد ورا الثاني من جيمتون جولانت وين كان يعني اشاره تعجب انه نحن مش نحن اللي قتلينا ولا بعدنا حدا يقتلنا كيف صار هالاختيار؟ تمت مشاهدتك في المستشفى حيث كانت تتم معالجه مي شجيع، هل رايت مي شجيع؟ انا رحت على المستشفى ويطلعوا الصوره بيطلعوا ما تحركت
ولا رفع مستشفى ولا رفع مستشفى. بأي المنطقة عني يمكن أو قريبي كيف قبول واحد يروح يشوفه بس شو بدي أخذ من هنيك يعني بنتبع فاتسة شامة ما أمنوني يعني هني بالعادة اللي بعثوني يعني بس هالمرة ما بعثوني ما بعثت أول لقاء بيني وبين ناس التحقيق الدولية كان بمكتب اللواء أشرف شريفي وأنا لم أتصل بأحد بل هم اتصلوا بلجنة التحقيق الدولية وجاءوا إلى مكتب اللواء أشرف شريفي حيث كنت عاجزا عن الحركة كنت بضرب على رجلي اسم المحقق بو أسترون بو أسترون سويدي معه مترجم اسمه فخوري سوري كان مكتب اللواء الشرفي هو مقر التحقيق وليس المبندي أخذت بأن جميل السيد كان لديه معلومات عن خطة اغتيال الحريري منذ 1999 هل هذا صحيح؟ هم طلبوا مني أن أقول هذا الشيء مصمت وادعيت بأنه في عام 1999 قال جميل السيد لنهاد غادري رئيس تحرير جريدة المحرر بأن الحريري سوف يكون مآله إما الموت أو السجن أو الطرد أو الهجرة أو المنفى هل هذا صحيح؟ طلبوا مني أن أقول هذا الشيء وقلت نعم فأنا لا أعلم هذا الشيء كذلك أخذت بأن القرار قرار التخلص من الحريري أتى بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 إجرى اجتماعا بين ناهر الأسد وعاصر شوكت وحسن الخليل وبهجة سليمان وجميل السيد هل هذا صحيح؟ أجبرت على قولي هل تتذكر بأنك في الواقع واجهت جميل السيد؟ أنت واجهته بناء على طلب مهني هل تتذكر بأنك قلت أنا ذاك لجميل السيد بأنه هو جميل السيد قد اجتمع أو حضر سبع اجتماعات سرية في سوريا؟ يس بعد 20 بروفة عملية جهد لمن؟ ألا تتذكر أيضا بأنك أخذت بأن مصطفى حمدان وريمو عادر قدموا دعما لوجستيا الدعم اللوجستي الضروري لمرتكبي الجريمة في الميدان أو على الأرض للإعداد وتنفيذ عملية اغتيال الحريري ومن ذلك تقديم النقود والهواتف والسيارات والووكي توكي والبيجرز والأسلحة والبطاقات أو الهويات وكذلك تسهيل المرور نعم أتذكر إني أجبرت أن أقول هذا الشيء أنا مرضى أحد المرات لما كنت بمكتب ثلاثة الشام تركني بالمكتب اللي أنا نازل 10 دقائق ربع ساعة وطالع ثلاثة الشام عادة لما كان يعطيني المعلومات اللي لازم أوصلها لجنة التحقيق الدولية واللي هي طبعا من تأليفه تأليف سعد الحريري في ملف أصفر موجود بمكتبه بيسحب الملف بيعطيني ورقة بيحط ورقة قدامه بيقول اكتب خط إيدك لما نزل هو لتحت رحت أنا فتحت الملف وفتحته قريت أول سطرين واحد عم بيكتب لفارس عشان إنه عنده معلومات عن جريمة وبيعرف مين مرتكب الجريمة ما قريتها كلها عبارة عن خمس ورق ست صفحات مغروسة غرق كباسة فكرتها في مكنة تصوير مكتب فارس خشان نسختهم كل من الأوراق رجعت الأوراق غردتها ورجعتها لمحلها شرحت قميصي حطيتهم بثيابي ورحت على البيت قريت من هاي المعلومات شخص يدعي يقول لفارس خشان أنا مواطن عراقي ظهرت على شاشة قناة الفضائية العربية تلفزيون عربية أنا أعرف من قتل رفيق الحريري أنا كنت صلة وصل بين جماعات إسلامية في لبنان والعراق في طرابلس ولديه وثائق وأشرطة فيديو وأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة فردا فردا ويقول بأن أسامة بن لادن وقبل دخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان كان قد أعطى رفيق الحريري $2,000,000 ليحتفظ بهم على سبيل الأمانة عنده وعندما احتلت القوات الأمريكية العراق وانتهت حركة طالبان وهرب أسامة بن لادن أرسلوا مندوبا إلى رفيق الحريري وطلبوا مبلغا من هذا المال لإنشاء أموره ولكن رفيق الحريري رفض وقال ما عندكم عندي شيء وعملية القتل كانت بدافع الانتقام وأن رفيق الحريري قد غدر بهم وسرقهم وكما يقول ذلك الشخص أنا رجل أعمال لست بحاجة إلى المال إن كنتم تسعون وراء الحقيقة أمنوا لي الحماية لي ولعائلتي وسأوصلكم إلى حقيقة في ظرف 3 أيام وكان جواب فارس خشام أنا لا أصدقك إنك رجل محترم ونصاب
وإياك أن تتجرأ وتقول هذا الكلام ثانية. يرد الرجل ويقول: لماذا أنا نصاب؟ لم أطلب منكم مالا ولا أريد مالا، أنتم تبحثون عن الحقيقة والحقيقة عني، لماذا لا تريدون؟ ويقول أيضا: من الواضح جدا أنكم تريدون توريط السوريين، سوريا في هذه الجريمة، وأعتقد أنكم تعرفون المجرمين الحقيقي وتغطون عليه. وإذا رجع فارس حسان أنه كان معك مع ولا قصة، طالما هو ما بده خلاص ينسى الموضوع نهائيا خوفا على عائلته من الارهابيين. سجل في المحضر على لسانك انك اردت بان وفي 11 و12 و13 من شباط 2005 كنت تقود سيارتك المستاجره الى حمانه، وهي سياره من طراز تويوتا اكورد ولونها ازرق، حيث رايت شاحنة الميتسوبيشي المزعومة مصطفى ومغطى بغطاء أبيض في المخيم أو المعسكر العسكري السوري في حمان. هل هذا صحيح؟ ما في شاحنة أصلا بالأصل يعني، وجدت يقول هالشيء ولا شاحنة ولا شيء ولا رحت ثلاث أربع أيام ورا بعض. هل لازلت مصر ومتمسك بمقولاتك التي فت بها إلى لجنة التحقيق الدولية بمفاد أن الميتسوبيشي التي رؤيت في حمانة في 11 و12 و13 من شباط 2005 هي إفادة أو هي عبارة عن اتهامات ملصقة وكاذبة؟ نعم، هي اتهامات ملصقة وكاذبة تم تلقيني إياها من قبل مدى وفارس حسان وسميش حادي وبتوجيه من سعد الحريري. وكذلك هناك ادعاء قلته الا وهو انه في 13 من شباط 2005 رافقت العقيد سميح القشعمي وسعيد رباح الى بيروت نظرا لمعرفتك بالمنطقة، هل قلت ذلك؟ وجبت وقلت وكذلك قلت انه بعد استمعت الى الانفجار اوصلت خطيبتك الى منزلها وذهبت واجتمعت وقابلت سميح قشعمي في بولونيا من حيث توجهتما معا في السيارة إلى حمانة لمقابلة سعيد رباح، هل هذا صحيح؟ قبل ما أجاوبك على السؤال بس اسمح لي أوضح لك نقطة صغيرة. بعد الانفجار بالمنطقة اللي صار فيها الانفجار على محيط أكثر من 10 كيلومتر مربع و 15 كيلومتر مربع انقطع الاتصال الخلوي عن العالم كله وكل الناس تعرف هالشيء ببيروت. انقطع الشبكة الخلوية، ضغط الانفجار كان قوي، والأغبياء لما أجبروني على طول هالشيء نسيوا هالنقطة هاي. ما بدي وقعهم كذبون يعني، كيف بدي أحكي على التليفون ما في أي اتصال. كذلك ذكرت أن جامع كان من بين المرتكبين الذين ارتكبوا الجريمة في الموقع، وكان في سيارة مصطفى في مواجهة مطعم الطازج في عين المريسة، وأنه كان متواجدا هناك ليضمن أن حريري قد نحبها وقد قتل. هل توافق على أنك قلت ذلك؟ سمير شخابي الخليل وما سيدي حسان ألا هو بحب البيان أكثر شيء. لقد تحدثت أيضا عن 6 أشخاص متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في اغتيال الحريري بناء على معلومات قدمها لك سميح قشعري، وهم خليل عوضة، معين خريس، حسين خريس، اسماعيل نجار، علي اسعد سليمان، وتمجيد عزة ايضا. الاسامي هيك لفت على زمان ما بعرف يعني، بس صحيح اعطوني هالاسامي وقلت هالشيء هذا اجبروني اني اقوله يعني، بس هذه ما بعرف عنها منها. وقد سجل على لسانك اثناء المحضر الذي قدمته امام لجنه التحقيق الدوليه عده اتهامات بشان احمد ابو عدس، فقلت بان احمد ابو عدس ليس له اي دور في اغتيال الحريري، هل هذا صحيح؟ هذا ما لقنوني واجبروني على قولي. هل قلته؟ قدمت افادة قائلا فيها بان ابو عدس قد تم اختطافه وتسجيله على شريط فيديو مسلطا المسدس على رأسه قبل 45 يوما من الاغتيال في منزل عاشت شوكتها، هل هذا صحيح؟ هل قلت ذلك؟
نعم أجبروني على خروج الزوج. وكذلك تحدثت عن مكان أحمد أبو عدد، هل حصل ذلك؟ نعم، هنا أكون مكانه، طلبوا مني أن يقولوا أو أجبروني أن يقولوا. ماذا قلت بالضبط؟ قرية اسمها معرفة، قتل ودفن هناك العقيد مهر هو اللي قتله. مين مهر الأسد؟ ماهر الأسد. مرة أخرى هذه الادعاءات والاتهامات أنكرتها أنت في المقابلة المتلفزة في 27/2/2005. هذا صحيح. نعم، من هنا كاذبة وباطلة وليس لها أي أساس. ذكرت بأنه عرضوا عليك جريدة وأخبرت بأن أحمد أبو عدس قد اختطف من منزله وأخذ إلى رستم غزالي في عنجر وبعد ذلك أرسل إلى ماهر الأسد الذي قتله. أجبرت على قول هذا الشيء، ولكنك قلت ذلك. أجبرت وقلت. قلت أيضا أن اللواء قد طالب برأس أبو عدس وأن فارس خشان كان سيبحث لك عن رأس، هل هذا صحيح؟ صحيح، لأنه رأس أحمد أبو عدس موجود عندهم وهم بيعرفوه وين تكون طرابلس. لو ضليت بلبنان واستنيت 10 أيام وما هربت على سوريا كان جابوا رأس أحمد أبو عدس وأعطوني إياه بلقدوا للواء الشفيفي وفي اللجة التحقيق. يعني هذا دفن أحمد أبو عدس بإيده. كذلك ادعيت أنه طلب منك أن تقول بأن فريد أحمد أبو عدس قد عده عاصف شوكة في دمشق 45 يوما قبل وقوع الجريمة، هل هذا صحيح؟ من هو عاصف شوكة؟ قاصف، مش عاصف. أجبروني يقول هالشيء هذا. وكذلك ذكرت بأن السلطات اللبنانية على معرفة بوجود انتحاري آخر من خلال معلومات أرسلت بالبريد الإلكتروني من أمريكا وبريطانيا، وقد ذكرت قائلا أيضا أن السلطات اللبنانية تعرف أو على معرفة بوجود انتحاري آخر من خلال معلومات أرسلت لها بالبريد الإلكتروني من أمريكا وبريطانيا. وإسرائيل. هل هذا صحيح؟ وإسرائيل. يس. أنت ذكرت ذلك. وأستطيع أن أثبت هذا الشيء إذا كان يهم هذا الموضوع. هل توافق على أنك اتصلت بنيو تي في وبعد ذلك ظهرت على شاشة نيو تي في، هل هذا صحيح؟ نعم، أجبروني أن أتصل بتلفزيون نيو تي في وبعثوني على تلفزيون نيو تي في ليصوروني ليطالعوا صوري يقولوا ليكوا هذا هو ويحطوا هويتي كلها على التلفزيون وبعد ما اعرف هويتي يتم اغتيالي مثل ما تم اغتيال نوار الدونا في المونتي فيردي على يد عصابه مستثمرين يثبتوا اقوالي بس كشفنا هويته قدروا المخابرات السوريه بيكون ضرب عصبي. هل تتفق على انك اتصلت اول مره بيو تي في في 13/1/2005؟ لا اذكر التاريخ ولكن يوافق اني اتصلت وبمكتب الرائد سمير شحاده وبناء على امره وطلبه. انت اتصلت بزهره بدران ودعيت بانك انت الشاهد القناع الذي لديه معلومات عن اغتيال حريري، هل توافق على ذلك؟ اوافقه بالقوة تصدق، يغني بالعالم بيشد نفسه، لو بيشد نفسه على الاعلام عشان يجي يصفوه. بناء على الافادة التي قدمتها لمكتب النائب العام في 23/20/2005، ادعيت بان اخيك ادريس اتصل بك في 20/20/2005. مش نوفر عليك الاسئلة كلها؟ حقيقة مكتب المقتضى ميزة أنا لم أعطيه أي إفادة. بروح على المقتضى ميزة بمضي على كم ورقة بصم عليها بحنا الحالي تفل المقتضى ميزة فاسد، رجل فاسد وشريك الفساد وأخي، يعني أصلا كان بالسجن لما أنا كنت نسق معه وأصلا كان بالسجن ولا جاء بالسجن. لو كان المقتضى ميزة شريفا وصادقا كما يدعي لقام بتوقيفي في نفس الليلة التي ذهبت فيها إلى الميوتيبي، لكن كنت على ثقة يا صديقي أنه القاضي ميزة كان يعلم بكل هذه اللعبة وشرحت له مرارا وتكرارا وآخر ما ضربني بلوح الشوكولا كان موجود على طاولته. ضربني بلوح الشوكولا؟ إنه رجل فاسد بكل معنى الكلمة.
وأثناء تلك المحادثة أو المكالمة طلبت كذلك أو طلبت 23 ألف دولار مقابل المثول أو ظهور على شاشة نيو تي في، هل هذا صحيح؟ سميش قاعد يعاد حد مني عم يكتب وفاتح التليفون عم يسمع زهرة بدان عم نقلك الحديث. قلت كذلك لأنك ظهرت على شاشة نيو تي في كجزء من مؤامرة أعدها خشان وشادي وبدران، هل صحيح أنك قلت ذلك؟ نعم، وهي مؤامرة أول شيء حتى ما أهرب، وثاني شيء صفوني لما ظهرت على التي في نفس الليلة اتصل فيها سمير شحاده وفارس خشان حكيوا معي عم يضحكوا مبسوطين، قال لي صورتك انحطت من اليوم تفاصيل هوية وصرت معروف وما رح نضل نراقبك 24 ساعة ونخفف الدوريات وتمشي ورا حد رجالك مشان ما تهرب، وإذا أنت رجال هرب بس وطلعت وياه يعلقوا لك حبل المشنة هني، فكذا مين ذهب وأنا ما حكي معي ما حكي، فبمشي بالسيارة بروح على كذا مطرح أنا ما في حدا وراي لا مراقبة ولا شيء، وحدث اللي هني ما متوقعينه بالفعل لا ترجع من هون جيد على سوريا. حسنا، هل هناك اي شيء تود ان تضيفه قبل ان ننهي هذه المقابله؟ اشياء كثيره فهكذا يكون التحقيق. ارجى ان تكون تعليقاتك متصله بالسؤال بالاسئله التي قدمتها لك اثناء المقابله. هو سالني كل شيء اسئله هن قايلين له اياها له. فتدعي لازم تخلص الدولية انه جاي لاكتشاف الحقيقة وتحقيق في مصدر ثقة خارجي. لماذا لم تسألني عن السفير الفرنسي ماذا يفعل في المتحدة لأكثر من 4 مرات؟ السفير الفرنسي برنارد إيميال التقيت فيه كثيرا في المتبرجي. ما جئنا بالتحقيق ولم تنقل فرنسا هذا الشيء. لم تنقل فرنسا هذا الشيء؟ لم تنقل. ما نفعل؟ لم تسألني التقيت وليد جنبان أم لا؟ التقيت سعد الحريري مرتين، وجهني بالتزوير والكذب مع فارس خشان، وبوجود دهية الحريري، وقال لي ما عاد من المليون للمليار، بس يوصلوا الضباط السوريين واللبنانيين اللي أنا ذكرتهم، دور ميلس وغير هدلمان، كانوا زعموا معي طابة هدول، غير هدلمان طلبني شخصيا أنا، ما أكون اتجافيت من هون، قال له إذا فيك، قال لي إذا فيك تجيب لي شخص ثاني. يكون عندك الاعداد لشهادة الزور بعطيه 5 مليون دولار ونحن بنفهمه شو بيحكي بوجود المحقق الفنلندي ماركوم والمترجمة مايا جديح وبمكتب اللواء الشفيفي كان بتتم فبركت كل هالاكاذيب بوجود جيرهارد ليمان وروبرت واندي وجميعهم يعرفون من هذه التمثيليه لماذا لم تسالني عن هذه الاسئله وانت سالتني اكثر من 20 سؤالا لا ما لها علاقة بالقضية الحريري لا عن قريب ولا عن بعيد. طبعا ليس لي الحق ان املي عليك اسئلتك، انا اسال لماذا ولصالح من؟ لقد اخذت علما بكل ما ذكرته يا سيدي، كما ذكرنا سابقا فان المقابلة مسجلة، واخذ علما ايضا بملاحظتك التي مفادها انني انا مسؤول شخصيا عن الاسئلة التي واجهتها. معروف رقم الهاتف تبعه في حمص، وبالتالي السلطات السوريه ممكن تستدلكم عليه في مواصفات الشخصي واين يسكن في حمص، كل موجود للعنوان.